يوم في حياة موظف يعمل من المنزل. عبد العزيز يبدأ دوامه المنزلي بأنه يلبس ملابس الدوام عشان يدخل في أجواء العمل ويكون جاهز في نفس توقيت دوامه المعتاد. بعدها يروح للغرفة اللي خصصها المكتب المنزلي، وقبل ما يبدأ عبد العزيز دوامه بعشر دقائق يتأكد أنه اتصال الإنترنت عنده مستقر وكل البرامج اللي يحتاجها شغالة تمام. وأول شيء عبد العزيز يسويه بعد ما يدق الكرت يسلم ويطمن على فريقه ومدراءه زي ما كان يسوي في المكتب. وبين كل اجتماع والثاني ياخذ عبد العزيز 10 دقائق راحة يرتب أموره للاجتماع اللي بعده. وعشان يخرج من جو العمل شوية لازم عبد العزيز ياخذ فترة راحة لمدة ساعة يقدر يتغدى فيها مع أهله أو يسوي رياضة عشان يحافظ على صحته. وفي نهاية الدوام بيعمل اجتماع تكفيل مع مدراءه، وبعدها يقفل جهازه وياخذ 10 دقائق ينظف المكان استعدادا لليوم اللي بعده. ولا تنسى قاعدة العشر دقائق. بوبا العربية، خليك في البيت.